نصبه لاعب محوري ويسجل تسعه امر غير مالوف. هاي نشاهدوا بعض الاهداف اللي سجلها، وهو لاعب مغترب نقدر نقول من بين اكتشافات مولودية وهران. صحيح، يعني هو مدافع في ثوب مهاجم حقيقي ومسجل اكثر من مهاجمين في الدوري، ربما يتقاسم الرياده مع زعبيه او على بعد هدف او هدفين. ثاني هداف في مولودية وهران، ثاني هداف مولودية وهران. هذا يثبت شيئين، اما قوه هذا اللاعب او يثبت اني ضعف. انا نروح مع قوه اللاعب. لماذا؟ لانه اللاعب فعلا شاهدناه في اليوم، شاهدناه في المباريات، حتى في ينفذ ضربات الجزاء وينفذها ببروده اعصاب كبيره، ويسجل بالراس باليسرى باليمنى في صفه مهاجم حقيقي. يقدر يكون عنده مدافع وعنده النزعه الهجوميه وعنده الحس. وهؤلاء النوع من اللاعبين المغتربين اللي نريدهم في البطوله الوطنيه حكيم. يعني لاعب ممتاز، هذا يمد الاضافه واعطى الاضافه للفريق مولوديه وهران. طبعا مولوديه وهران هذا هو اللاعب الذي نتمنى ان يواصل التالق مع فريق مولوديه وهران.